السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بجميع متتبعي قناة حديقتي، فضلا وليس أمرا اشتركوا بالقناة إن لم تكونوا مشتركين، ذلك تشجيع لنا لنستمر بنشر المزيد. بالنسبة لهذا الطائر، طائر الحسون، وجدته ميتا بالقفص هذا اليوم. ربما سبب الوفاة، سبب موته هو كما قلت نفش ريشه وبقائه منذ إحضاره ومنذ قدومه إلى القفص في أسفل القفص. كذلك كانت له بعض الأعراض مثل الإسهال المستمر في من ناحية البراز كان سائل جدا، وكان قليل الأكل والتغذية وقليل الحركة أيضا منذ إحضاره من أحد المحلات الخاصة ببيع الطيور ومستلزماتها. طبعا استعملنا له بعض الأدوية لكن لم تجدي نفعا، وكان الطائر يقوم برش نفسه بالماء كثيرا، خصوصا الماء الذي كنا نستعمل له فيه الدواء، وكنا نقوم بملئه بالدواء مجددا لكن دون جدوى. طبعا سألنا بعض الأصدقاء، قال ربما أنه مرض الكوكسيدياء أو مرض تضخم الكبد، اللذان ينتجان أحيانا عن طريق التيارات الهوائية، كذلك عن طريق تغير مكان الطائر من قفص إلى قفص، يعني حالته النفسية كذلك، والعديد من الأسباب. لذلك تغير نمط الطعام، ربما إن كان في الأصل هو يعني مصطاد من البرية وما إلى ذلك. لهذا لتجنب هذه الحالات ووقوعها، طبعا عند ملاحظة هذه الأعراض على الطائر فوجب التدخل فورا لتقديم الدواء الخاص به من أقراص أو مضادات أو يعني أدوية إلى آخره. وشكرا لكم وإلى اللقاء.